شغلكم كتير اسمه هالفترة، البرشلونيين تحديداً مبروك عليكم، واحد من أفضل اللاعبين بالعالم بالوقت الحالي. خليني أخبركم عنه سر صغير. قالوا له ببدايته أنه جسمك كتير نحيف ونحفك الزايد ممكن يسبب لك مشاكل ويعرضك للإصابات. حتى هذا اللاعب نفسه حالياً محط أنظار لزملائه مدربيه بسبب جسمه المثالي. عم بحكي على روبرت ليفاندوفسكي. ما بتكمن أسرار قوته بس بمهاراته بتسجيل الأهداف، بل هو صاحب لياقة بدنية عالية كتير بتساعده يواصل أدائه على مدار 90 دقيقة. وكلنا بنعرف أهمية الجسم واللياقة البدنية بالنسبة للاعبين. 5 عوامل بتلعب دور بنجاح النجم: لياقته البدنية رقم 1، ثانياً التجديد، ثالثاً التغذية، القوة العقلية، والنوم الصحيح. تعرفوا كيف هالتحول صار؟ بجانب جهد منه أكيد، صار بدور شريكة حياته وزوجته آنا ليفاندوفسكا، الجندي المجهول بحياة الآلة مثل ما بيسموه. سنة 2013 تزوج روبرت وآنا. آنا بطلة كاراتيه وحاصلة على الحزام الأسود، إضافة لدراستها تخصص التغذية اللي من خلاله عملت برنامج غذائي خاص فيها تحت اسم Healthy Plan by Ann. من خلال هالبرنامج بتقدم نصائح تغذية لنظام حياة صحي وحتى أفكار وتمارين رياضية. ألفت العديد من الكتب الخاصة بعلوم التغذية، فأكيد مين الأولى بكل هاد؟ زوجة ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي صار معروف بنظامه وعاداته الصحية اللي ساعدته يحافظ على الجسم المثالي مثل ما ذكرت بالبداية، المهم لمهنته كلاعب محترف. شاف فرق خلال تراجع أدائه لما كان يشارك ب3 مباريات بنفس الأسبوع، ما كان بيقدر يحافظ على أدائه طيلة فترة المباراة، بس لما غير نظامه الغذائي حس بفرق كبير. بنظام آنا الدقيق واللي بيعتمد على الأكل بطريقة عكسية اسمه Backward Eating. أنا اليوم رح أعطيكم تريك لدايت بحلقتنا. طب وين السر بنظام الغذائي؟ خليني أخبركم. ومن اسمه هو إنه تاكل وجبات يومك بطريقة عكسية، يعني بداية أكلهم بيبتدي بصنف الحلو، أكيد حلويات صحية خالية من السكر ومن مواد طبيعية، بعدين تنتقل للوجبة الأساسية وبيختموا بالشوربة أو بالسلطة. هاي دراسة تمت بجامعة إمبريال بلندن بتعطي تنبيه للدماغ إنه أكل كمية جلوكوز كافية، بالتالي بتحد من الأكل بكمية مفرطة وبتسبب الشبع بشكل أسرع. واضح أنه واثقة من النظام اللي ممشي جوز عليه. مو بس هيك، حتى ساهمت آنا بتحسين عادة النوم عنده، لأنه مثل ما خبرتكم بالأول بتآمن بجانب التغذية السليمة بالنوم الصحيح اللي بيلعب دور بنشاطه وأدائه بالمباريات. لهالسبب آنا ساعدته يتعامل مع متخصص أو مدرب للنوم، إيه مثل ما سمعته Sleeping Coach. ممنوع منعاً باتاً الموبايل قبل وقت النوم. اعترفت انه ممكن تكون صعبه للي بيحب يشيك الانستغرام قبل النوم، بس هاد ممنوع. غير كل هالاهتمامات، في جدول معين من التمارين الرياضيه اللي بيعملها بشكل يومي. المدرب بيب غوارديولا شخصيا معجب بطريقه ونظام ليفاندوفسكي، بيقول انه من اكثر اللاعبين المحترفين اللي قابلهم بحياته. بفكر دائما بالافضل لجسمه من ناحيه الاكل، التدريب، النوم، عدا عن أنه من اللاعبين اللي ما انصابوا بإصابات شائعة مثل كتار. لاعب مثل ليفاندوفسكي اللي مسجل 41 هدف بموسم واحد وتخطى وقتها رقم جيرد مولر القياسي اللي كان 40 هدف، لاعب دخل موسوعة جينيس ب4 أرقام قياسية لما سجل أسرع 5 أهداف بأي دوري كرة قدم،
وقت تسجيله 5 أهداف في 9 دقائق. كانت هاي المباراة ضد فولفسبورغ سنة 2015. بالنهاية بحب لكم أنه أنا هي فعلا جندي مجهول بقصة ليفاندوفسكي وكسرت القاعدة اللي بتقول أو بيقولوها معظم الرجال وبيخلوها حجة لما وزنهم بيزيد أنه بحب أكل زوجتي.